نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا، ينضم إلينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، أهلا بك معنا مع أحياء موسكو، الذكرى السنوية الأولى لإعلان الكرملين ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى أراضي روسيا، دونيتسك، لوغانسك، خيرسون وزاباروجيا. أليس هذا واقع يفرض على كييف اليوم بأنها أراضي تابعة لروسيا وأن هذا الواقع لن يتغير؟ تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حقيقة نعم، هذا واقع للمناطق التي تم احتلالها، ولكنه واقع مؤقت، ولذلك تسمية هذه الأراضي ولها وزارة خاصة الأراضي المحتلة مؤقتا. أوكرانيا استطاعت منذ الإعلان عن ضم هذه الأراضي استعادة جزء كبير منها، وهي تراهن أيضا على استمرارية الدعم الغربي الذي سيؤهلها لاستعادة المزيد منها. الآن أوكرانيا لا تطالب ولا تنوي فقط استعادة الأقاليم الأربع، هي تنوي أيضا استعادة شبه جزيرة القرم. هذا يعني أيضا أن الإعلانات حتى الآن هي مجرد إعلانات سياسية أنجزت على الواقع جزء من المرحلة التي يعني أعلن عنها، ولكن هي تتعثر، بل على العكس الآن يمكن أن نقول أنها أصبحت في موقف الدفاع وليس الهجوم، وهذا ما جعل الرئيس الروسي أمس يطلب من قائد القوات المسلحة الروسية خلال شهر أكتوبر أن يحقق إنجاز بإيقاف الهجمات الأوكرانية المستمرة. ولكن دكتور عماد، لماذا تكون هي أيضا شعارات سياسية من قبل كييف وليس فقط من قبل موسكو؟ وكييف تقرها بشكل واقع بأنه الهجوم المضاد بطيء، وخاصة بأن هناك من يتحدث ويقول بأنه ضم المناطق الأربع مشابه لضم جزيرة القرم. نحن نتحدث عن 9 سنوات وما زالت شبه جزيرة القرم تعتبر أراضي روسية، بالتالي أليس هذا السيناريو الذي ينتظر أيضا هذه المناطق الأربع؟ حقيقة يعني ما أشرتم إليه يعني أوافقكم فيه الرأي بشكل أساس، ولكن أؤكد على مسألة أخرى، وهي أن العالم للأسف في ظل عدم وجود أدوات للأمم المتحدة أو وسطات جادة يمكن أن توقف مثل هذه الحرب. الآن نحن نتكلم عن يعني مخاطر أكبر وأشد، وهذه المخاطر تقوم على أن كل طرف سيتسلح وسيستخدم قواه، وكل طرف يحاول أن يفاجئ الطرف الآخر بوسائل وأدوات جديدة. وأوكرانيا أثبتت أن كل ما أعلنت عنه حققت. أولا أعلنت أنها ستوقف العملية العسكرية الروسية، أوقفتها، أعلنت أنها ستدافع عن أراضيها ودافعت، بل اضطرت هذه القوات للتراجع عن مناطق كثيرة في كييف، في خاركوف، في خيرسون وزاباروجيا، والآن هي تحاول استعادة باخموت وتتقدم نحوها. إذن هي ليست مجرد شعارات، هي فعلا يعني إبطال للأهداف العسكرية الروسية جزئيا، لكن الضريبة كبيرة، المسألة معقدة، المواجهات شديدة، للسيناريو الحل للأسف غائب، لا نجد أي مسار موازي لشدة القصف بين الجانبين، أعني به مسار التفاوضات، وكل ما شعرنا أن الطرف أنهك أو أن الطرف تقدم نجد أن الطرف الثاني يحصل على مزيد من المساعدات أو يناور بشكل آخر. الآن أوكرانيا تتقدم في برا نوعا ما، تحصل على طائرات ووعود بتدريب طياريها على F-16 وتحصل على مدرعات ودبابات متنوعة، ولكن في المقابل روسيا كذلك الآن تحاول إعادة تشكيل قوات المتطوعين من القوات المرتزقة الذين سينفذوا لها أجندة جديدة. هذا يعني أننا أمام مسار صعب التكهن فيه، إلى أين يسير المشهد داخل أوكرانيا وإلى أين سيسير المشهد في العالم أجمع، لأن هذه الحرب تحديدا هي يعني تشخيصها منفصل عن أي حرب أخرى كونها بخط تماس مع الناتو وخط تماس مع روسيا. قلت دكتور عماد بأنه الأمم المتحدة لم تنجح بأدواتها بإيقاف هذا الحرب، هنا يطرح تساؤل، هل المشكلة في الأدوات أم الإرادة حتى من جانب كييف بإنهاء هذه الحرب؟ بعد ذلك ألم يحن أيضا الوقت بالنسبة لكييف دكتور عماد لمراجعة مخططاتها استراتيجيتها، خاصة عندما نتحدث عن استحالة أي محادثات سلام مع موسكو قبل سحب روسيا لقواتها من الأراضي الأوكرانية؟ هل يجب أن تقر كييف بالواقع الآن؟ بداية الأمم المتحدة صرح الأمين العام في المؤتمر الأخير أنها تحتاج لأدوات جديدة، فهذا اعتراف رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة. لا توجد قوانين يمكن لأعضاء الأمم المتحدة أن يسيروا عليها ويلتزموا بها، ولكن إضافة إلى ذلك هناك تدخلات بالتأكيد للدول المؤثرة في الأمم المتحدة والتي تضغط على الدول الفقيرة أو الدول التي تدعمها أن تصوت وتقف معها في القرارات، مما جعل
الأمم المتحدة بشكل أو آخر مغيبة عن المشهد بشكل شبه كامل. أما بالنسبة لأوكرانيا، يعني حقيقة أنا أنقل لكم واقع ما أراه من مكونات المجتمع الأوكراني. نعم هناك ضحايا، وهناك يعني ما بعد الآن قبل نهاية الحرب هناك يعني لا أقول يعني تضجر، ولكن هناك معاناة إنسانية. أنا عدت قبل يومين من بولندا في مشاركة في مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي في مؤتمر حول تطبيق معايير الأمم الاتحاد الأوروبي في ما يخص الأقليات والقوميات، والتقيت حقيقة مع أيضا قيادات تعمل في مجال الحقوق الإنساني، وكان المشهد باختصار هو يشير أن هناك معاناة كبيرة، هناك كثير من المصابين الذين فقدوا أطرافهم، هناك معاقين، هناك أناس فقدوا وظائفهم، إضافة إلى النازحين واللاجئين. فالمشهد صعب، ولكن مع ذلك أوكرانيا مع كل هذه الصعوبة لم تصل إلى ما أشرتم إليه أنها يمكن أن تتوقف. حتى الآن المشهد لا يشير إلى ذلك، ولكن ربما في الأيام القادمة نجد تغييرات على الواقع ستحدث تغيير في القرار السياسي للتوجه أكثر نحو التقارب بين العملية السلمية أكثر. شكرا لك دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا من كييف.